يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. كالعادة أكيد عندنا العديد من الموضوعات والأخبار الهامة جدا واللي بكل تأكيد بتخص النادي الأهلي وبعض الأخبار المحلية وأيضا بعض الأخبار العالمية. لكن خلينا بس في البداية كده نعزي المهندس هاني أبو رضا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة شقيقه فجر اليوم. طبعا المهندس هاني أبو رضا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم توفى النهاردة الصبح بدري كده شقيقه، نتمنى له طبعا الرحمة والمغفرة إن الله وإنا راجعون. طبعا أيضا تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية بخالص التعازي إلى المهندس هاني أبو رضا. إن شاء الله ربنا يرحم شقيقه ويغفر له ويسكر له فسيح جنته. نروح بقى لأخبار النادي الأهلي والأخبار الهامة جدا، وزي ما احنا عارفين هنبتدي بفريق كرة القدم في النادي واللي يمكن حقق فوز مؤخرا على فريق تاونشيب، كان فوز غاية في الأهمية. النادي الأهلي قدر ان هو يعدل أوضاعه في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد في دوري المجموعات بعد ما كنا بنحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. بعد ما فزنا على تاونشيب أصبح رصيد النادي الأهلي 4 نقاط وبقينا في المركز الثاني. الأمور ابتدت تتظبط شوية، الأمور ابتدت تبقى جيدة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، لكن ده ما يمنعش ان لسه في مباراه اخرى غايه في الاهميه امام فريق تاونشيب يوم 28 من الشهر الجاري ان شاء الله في بوتسوانا. بالتالي الاستعدادات لسه مستمره بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. وايضا النهارده كان في مباراه وديه للنادي الاهلي امام فريق الجونه واحد الفرق اللي القويه، واكيد كان استعداد قوي ضمن سياسه الجهاز الفني في محاولة تجهيز أكبر كم من اللاعبين خلال المرحلة الحالية تحسبا لاحتياج البعض في المراحل المختلفة المقبلة وبعض المباريات الرسمية بالنسبة للنادي الأهلي. لكن خلينا نقرب من الصورة بشكل أكبر ونروح ناخد زميلنا محمد سعيد المتواجد في مباراة الأهلي والجونة ونعرف منه كل التفاصيل. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عايز اقول لك في هذه اللحظات احنا في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع من احداث الشوط الثاني والمباراه، وما زالت المباراه بالتعادل السلبي 0-0 للفريقين حتى هذه اللحظات. لو اكلمك على تشكيل فريق النادي الاهلي، الشوط الاول بدا الاهلي بشريف اكرامي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين الشمال محمد هاني ظهير ايمن، صبري رحيل ظهير ايسر، اثنين محمد نجيب وايمن اشرف، امامهم اثنين وسط ارتكاز اكرم توفيق وهشام محمد، وفي الامام ثلاثي خط وسط احمد حمدي واسلام محارب ومحمد شريف، وفي الهجوم مروان محسن. الشوط الاول ما كانش فيه كرات خطر على كلا المرميين سواء شريف اكرامي حارس الاهلي او هيثم محمد حارس الجونه، لكن كانت كرات على فترات، يعني كرات خطيره على فترات. يمكن ابرز هذه الفرص كانت في كره عرضيه من احمد حمدي من ناحيه اليسار، عمل كره عرضيه يمكن صعد بها بشكل قوي جدا محمد نجيب، وكان فرصه لاحراز هدف التقدم لكن تم الدفع يعني من احدى مدافعي فريق الجونه، لكن الحكم لم يحتسب ركله جزاء. ايضا في ختام الشوط الاول كانت في فرصه محققه لفريق الجونه تسديده على شريف اكرامي تصدى لها بشكل جيد، لكن الكره سقطت على الارض وحاول مهاجم الجونه ان يلتقط الكره، كان صلاح خطاب مهاجم فريق الجونه حاول يلتقط الكره ويسدد على يسار شريف اكرامي، لكن الكره يعني سكنت في الشباك من الخارج لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي. مع بدايه الشوط الثاني يمكن اجرى كارتيرون 4 تبديلات دفعه واحده مع بدايه الشوط الثاني، ناصر ماهر مكان احمد حمدي، كريم نجبت مكان هشام محمد، صلاح محسن مكان مروان محسن، وميدو جابر مكان اسلام محارب. دول الاربعه اللي بداوا الشوط الثاني مع باقي اللاعبين الموجودين من احداث الشوط الاول. الشوط الثاني ما اختلفش كتير عن احداث الشوط الاول، يمكن درجه الحراره وسخونه الجو اثر بشكل كبير جدا على اداء الفريق واللاعبين، لكن بشكل عام قدر الجهاز الفني ان هو يعطي الفرصه لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراه تاونشيب، بالاضافه لعدد اخر من اللاعبين اللي نزلوا في احداث المباراه يعني على مستوى الاحتياطي، لكن في نفس الوقت كان قدامهم فرصه ان يظهروا النهارده بشكل جيد عشان يتعدوا في المباريات
الرسميه القادمه. لسه منذ لحظات وانا بتكلم معاك يا امير، الحكم اطلق صفيره النهايه في انتهاء المباراه بالتعادل السلبي بين الاهلي والجونه، لكن بشكل عام الجهاز الفني استفاد بهذه المباراه عشان يحضر للمراحل القادمه. كمان النهارده قبل هذه المباراه الوديه كان في تدريب للاعبين اللي الجهاز الفني يعني شاركوا في مباراه تاون شيب، فضل الجهاز الفني ان هو النهارده يريحهم وعمل لهم تدريب متاخر شويه على الساعه 3:30 4 كده في درجه الحراره. باسم علي دخل في التقسيمه الجماعيه، لكن الجهاز الفني فضل ما يكونش في المباراه الوديه النهارده يعني. طيب محمد، عايز اسالك برضو عن حاله المصابين سواء حسام عاشور او وليد سليمان، وخصوصا ان هم تعرضوا لاصابات مختلفه خلال مباراه تاون شيب، الامور بالنسبه لهم ماشيه ازاي؟ عايز اطمنك ان حاله المصابين خلاص الامور الحمد لله اصبحت الصفوف دلوقتي مكتمله بعد عوده باسم علي للمران الجماعي النهارده. كل اللعيبه الحمد لله بتؤدي تدريبات بشكل جيد، خلاص قائمه الاصابات خاليه. لو هتتكلم على اصابه وليد سليمان او حسام عاشور، لا دكتور خالد محمود كلمته قبل المباراه الوديه طمني على حاله اللعيبه ان هم ان شاء الله يوم السبت هيكونوا في التدريبات بشكل قوي، وان شاء الله هيكونوا جاهزين ويكونوا في المباراه الرسميه امام تاون شيب الاسبوع القادم في البطوله الافريقيه ان شاء الله. محمد سعيد طبعا زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، قال لنا كل التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي والجونة النهاردة، المباراة الودية للنادي الأهلي كان بياخدها الجهاز الفني، يمكن فضل ان هو يلعب مباراة ودية مباشرة بعد مباراة تاونشيب بيجرب فيها بعض اللاعبين اللي مشاركوش في مباراة تاونشيب بطل بتسوانا المباراة السابقة اللي كانت اول امبارح، عشان يطمن بشكل اكبر على حالات جميع اللاعبين واحتياجه لبعضهم خلال الفترات المختلفة المقبلة، وخصوصا ان احنا في الفترة دي مركزين بشكل كبير او الفريق مركز بشكل كبير على بطولة دوري ابطال افريقيا، وخصوصا ان هي بطولة اكيد هامة جدا بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة لجمهوره، وبقالنا فترة كبيرة ما حققناش بطولة دوري ابطال افريقيا، بقالنا حوالي 5 سنين. الموقف بالنسبة لنا اتعدل شوية، النادي الاهلي قدر ان هو يفوز ب3 نقاط، الاهم بقى خلصنا من مباراة تاون شيب اللي كانت في استاد برج العرب بكل مميزاتها وبالاداء وبالنتيجه اللي يمكن كانت جيده مع انطلاقه الموسم وانطلاقه جديده للفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن الاهم دايما هو ما هو قادم ومباراه العوده امام فريق تاون شيب او مباراه الجوله الرابعه بالتحديد في اطار دوري المجموعات ودور ال16 من دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي لو قدر ان هو يفوز في هذه المباراه، وهي مباراه في المتناول طبقا للمستوى اللي احنا يمكن شفناه لمباراه تاون شيب، فبالتالي ممكن جدا النادي الاهلي يقدر يفوز هناك عشان يبقى خلاص قرب بشكل كبير جدا في الصعود للادوار المقبله وبالتحديد دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين. نروح لخبر اخر ويخص احد نجوم النادي الاهلي عمرو جمال، واللي يمكن خلال الفتره دي الكلام كتير شويه على عمرو، وهل هيستمر مع النادي الاهلي ولا هل هيخرج اعاره، لكن خلينا عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر ونقرب من الحدث بشكل اكبر ناخد على التليفون دلوقتي عمرو جمال احد نجوم النادي الاهلي. عمرو مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا طبعا مشاهدين قناه النادي الاهلي. عمرو طبعا وحشتنا اكيد وحشت كل جمهور النادي الاهلي، لاعب مهم جدا حرزت العديد من البطولات مع الفريق، لكن الجمهور دايما عايز يطمن على الموقف الخاص بعمرو جمال وامكانيه استمراره مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، ولا هيكون في اعاره اخرى، ولا الامور ماشيه ازاي يا عمرو طمنا. والله يا امير الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير، طبعا الموقف اتغير كذا مره لان كان مثلا حاجه زي رحيل وليد اظن كان هيبقى الموضوع طبعا ان في القايمه كمان ظروف ان وليد ماشي كويس وبيكسب ثقه الكاس الفني طبعا والجمهور فاهم تمام، فكان الموضوع يعني كان هيبقى مختلف، لكن دلوقتي الامور اعتقد ان هي يعني يعني احنا دلوقتي 4 5 مهاجمين في الفرقه فاهم؟ اي نعم الاهلي هيمر بموسم وسيزون كبير السنه دي، هيبقى في عدد ماتشات كتير. لكن طبعا انا ما حبيتش اخوض في الكلام ده، انا سبت النادي هو اللي يعني يتكلم معايا، ما رضيتش سبت القرار الاول للنادي، يمكن كانت انا مثلا رغبتي ان انا برضه اكمل في الاعاره بعد ما عرفت ان يعني برضه في عدد مهاجمين كتير، فكانت رغبه مني ان انا اكمل، بس ما رضيتش اتكلم فيها الا لما النادي يتكلموا، وقعد ما احنا اتكلمنا في كتاب من فاتت مع النادي، والنادي يعني ادى مرونه في كل ان هو ان انا جدد اعارتي الموسم الجديد، وانا طبعا رحبت وما عنديش اي مشكله، انت عارف انا يعني انا واحد من قبل يعني من البيت بتاعي طبعا ما عنديش اي مشكله طبعا،
الحمد لله لي تخفيف كبير مع نادي في سن صغير الحمد لله، وما فيش اي مشكله عندي خالص، لكن انا الفتره الجايه ملتزم بالتمرين لان انا انتظار وصول عرض مناسب ليا ان شاء الله، ومش هتفرج طبعا لان الخطوه دي والسنه دي هتبقى مهمة. كتير معايا انا في في معايا انا شخصيا، فانا هبقى يعني هاخد وقت جدا، يعني يمكن الوقت في مصر هنا الناس استغربت ان الكل هيقفل كمان 10 ايام في مصر، لكن اعتقد ان انا عندي وقت كافي لسه قدامي فتره ان افكر ان شاء الله واشوف ايه الدنيا اللي قدامي وايه احسن الحلول اللي قدامي عشان الخطوه دي مش عايزه تتسرع يعني. طيب عمرو، يعني في حالة الاستقرار على خروج عمرو جمال لإعارة، الاستقرار ما بينك وما بين الجهاز الفني ان انت مثلا تخرج إعارة الفترة الجاية، الاتجاه الافضل بالنسبة لك، هل بتفضل ان انت تكون متواجد في احد دول الخليج مثلا، بتفضل ان انت تكون متواجد في فرق متواجدة في افريقيا، ممكن يكون في فرصة ان انت تروح فريق في مصر، هل في ايضا عروض في بعض الدوريات الاوروبية ولا لا، الاتجاه اللي انت بتفضله هيكون ايه؟ والله يا امير طبعا يعني دلوقتي الكلام اختلف طبعا، بس انا كنت قاعد يعني اتكلمت مع وكالتي كريستينا في الموضوع، تمام. طبعا يمكن كريستينا بس هي بتفضل شايفه ان اللي احنا لسه عندنا فرص في اوروبا والسنه دي هتبقى غير السنه الجايه في حته اوروبا، فده اللي احنا اللي شغالين عليه، لكن انا مش قافل الباب يعني، البيبان كلها مفتوحه في الخليج، او كمان يعني باحترام الناس كتير بتتكلم جايه، فانا مش هبقى سريع بس في اتخاذ القرار، بس يعني انا قدامي فتره كافيه تمام. ان انا افكر كويس، والسيزون لسه ما بداش في اماكن كتير جدا وبتاع، واشوف يعني انا اشوف ايه المناسب اللي هيبقى الافضل ليا في الفتره الجايه، وهو ده يعني هبتدي اروح له يعني، واكيد الاداره عندي هنا بدل ما هم مسهلين السنه دي يبقى في ترحيم ما بين الطرفين في حته الاعاره، اكيد هيبقى في تسهيل من التسهيل من النادي الاهلي، واكيد ان النادي الاهلي هيبقى يعني رقم واحد عنده مصلحه اللاعب، وده دايما عشان انا مش حد جيت من النادي الاهلي من سنه ولا من سنتين، لا بالظبط، انا ليا 12 سنه في النادي الاهلي وعملت حاجات كتير في جدا النادي، جدا اكيد يا عمرو، تحققت بطولات مهمه جدا مع النادي الاهلي واهداف، انت جايب كام هدف يا عمرو مع الحمد الاهلي؟ لله يعني. ما اعرفش والله يا امير يعني انا كنت قربت قبل ما امشي ان ادخل 50 جول الحمد لله في طب اسرع ده عدد مجال ممتاز كتير يعني. جدا، انا جايب فوق وجايب بطولات وجايب يعني الحمد لله ما فيش مجموعة شباب كتير جابوا في النهائيات اللي انا جبت فيها، انا جبت بالظبط. يعتبر في اهم النهائيات وفي بطولات كتير الحمد لله كنت من هدافها يعني، فما عنديش اي مشاكل خالص، وده يعني احترام المتبادل بيني وبين النادي ما فيش اي حاجه، لكن كل الفتره الجايه عايزه بس اني مني عشان اوصل للعرض المناسب باذن الله. طيب عمرو، عايز اسالك عن تقييمك لتجربه الاحتراف اللي كانت سواء في جنوب افريقيا او فنلندا، انت يعني شايفها ازاي وتقييمك ليها ايه؟ والله ميري انا بتاع الفتره طبعا بتاعت جنوب افريقيا كانت مميزه الحمد لله، لعبت في كاسين ولعبت في الدوري، جبت مجموع كل الماتشات جبت 8 اجوان، مع ان الفرقه بتاعتي كانت في يعني خدت دروب في السنه دي، كان السنه فاتت كانت كسبانه دوري وكانت في الدوري ابطال وكده، لكن يمكن باعوا لعيبه كتير وجابوا اكتر من نص فرقه جديده، فده عمل ما كانش عامل انسجام كويس، بس الحمد لله انا كنت واخد خدت معاهم الكاس وكنت هداف الكاس وجبت معاهم 8 جوان وجبت عدد جوان كويس معاهم في مش عارف 15 ماتش لعبت اساسي. تمام. بعد كده طبعا كان جاي لي عرض في شهر واحد، اتكلمت مع الاداره هناك وبتاع، الناس فهمت غلط ان انا تفكيري في انانيه شويه وبتاع مش ماشيه كويس وانا عايز اروح فرقه احسن عشان كاس العالم، وحصل يعني لخبطه في وجهات النظر ولقينا انا مبتدا المدرب بيحطني بقى بعيد عن حساباته وبيقول ان يعني ما كنتش مركز مع الفرقه في الفتره دي، والكلام ده كان يعني لغايه شهر ثلاثه وكان وقت خلاص فاضل يعني شهر او شهرين على كاس العالم، فرجعت للنادي وقلت لهم ان انا ممكن ان احنا نتدخل على الفتره دي لان انا الفتره دي شايف ان المدرب ما عندوش اتجاه يعني، وده بوارد في الكوره بيحصل عشان خاطر وجهات النظر ما بينه وبينه، لكن الموضوع ما كانش كوره اللي ما كنتش هناك توجت باحسن لعيب هناك في التورمنت الاولاني بالظبط كله بالظبط الحمد لله فاهم، وانت هناك الدوري قوي جدا والمستوى في جنوب افريقيا عالي جدا وانا كنت وصلت الفورم عالي جدا، قعدت طبعا رجعت هنا النادي وعقبال طبعا يعني طبعا كان في الفتره دي ما فيش غير فنلندا زي ما حصل مع عبد الله السعيد بالظبط بالظبط قدامي ان انا ما كانش في عندي اوبشنز اصلا يعني، ويعني الدوري هناك بقى اتاخر 15 4 فعقبال ما دخلت فرقه يعني كان الراجل اختار مضيت على عقدي 3 شهور طبعا
كان الراجل طبعا ما جبتش جون كتير، يمكن جبت جونين بس معاهم وما لعبتش في مركز كتير، بس لان انا كنت جديد وهم كانوا ليهم شهرين ونص في البري سيزون اللي هو في البري سيزون بتاعهم. تمام. فانا ما كانش قدامي يعني، كانت هي حاجه قبل كاس العالم والناس هناك كانوا محترمين جدا وبيلعبوا كوره كويسه جدا، واستفدت من خبرات كتير قوي من التجربه ودي موجود والحمد لله. يعني انا شايف ان انا بس هي نص موسم الاخراني ده اللي حصل فيه التروب ده بالزبط. يمكن، لكن الحمد لله واقف على رجلي ما عنديش اي مشاكل. شايف يعني. شايف ان التجربه في فنلندا بالتحديد اثرت على انضمام عمرو جمال للمنتخب في كاس العالم، وهي بطوله اكيد كانت مهمه، وانت اكيد كمان كنت بتتمنى ان انت تبقى موجود في كاس العالم، وخصوصا ان في التوقيت ده كان في اقتناع كبير جدا، او على مدار السنوات الماضيه كان في اقتناع كبير جدا من مستر هيكتور كوبر والجهاز المعاون لمنتخب مصر بامكانيات عمرو جمال. امير انا لعبت مع المنتخب كل الماتشات التصفيات، في ناس راحت المنتخب ما كانش ليها يعني ما كانتش موجوده في التصفيات، لكن انا لعبت التصفيات كنت سبب رئيسي. لكن مع ذلك احترمت قرار جهاز المنتخب، بما ان انا كنت قبل القائمه بيوم او بيومين، يعني كان وصل لي تاكيدات ان انا موجود في المعسكر. لحد قبل القائمه بيومين كان عندك تاكيدات ان انت يعني موجود. لكن القعده الاخيره بتاعت الراجل شاف ان هو الفتره فاتت انا ذهنيا واكيد اتأثر، هو كان وجهه نظره ان انا اكيد متأثر ذهنيا وبدنيا باللي حصل معايا، وخصوصا ان الراجل كان بيختار القائمه وانا الدوري كان اتلعب عندي 3 ماتشات بيه فقط لا غير، وانا لعبت في ماتش او ماتشين في الدول، فهو كان شايف كده يعني، وانا احترمت كده. وانا انت عارف انا قلت انا الحمد لله عملت المشوار الاهم، ان انا وصلت للمنتخب طول 10 ماتشات كان فيها ضغط كبير طبعاً. وبلعب في مصر وبلعب في افريقيا في اماكن صعبه جدا ومتحملين ضغط منتخب ما راحش 28 سنه كاس عالم، والحمد لله كنت قد الضغط ده بمجهودي وبالالتزام والخطط اللي كان بيحطه، كنت بنسمع انتقادات كتير قوي لكن انا كان الالتزام وكل حاجه اللي كانت بتتقرر الحمد لله كنا بناخد 100% وقمت دوري 100% بنجاح. يعني في ناس ثانيه كملت، ده الموجود في المنتخب لان ده منتخب مش نادي. وانا ما طبعا يعني ما كنتش مستوعب ان انا مبقاش في كاس عالم، خلاص يعني ده موضوع راح، واللي جاي هو الحمد لله لسه فاضل 2 كاس عالم، فما عنديش مشكله، ما عنديش يعني اللي جاي هيبقى افضل باذن الله ان شاء الله. طب عمرو، يعني رؤيتك لمستوى منتخب مصر في كاس العالم بالتحديد ايه؟ هل الاسباب اللي ادت ان المنتخب ما يأديش بالشكل المطلوب بشكل المتوقع من قبل الجمهور المصري كان مثلا اسباب تتعلق بالناحيه الفنيه، ولا شايف ان كان في ظلم لبعض اللعيبه في اختيارات القائمه الخاصه بمنتخب مصر في كاس العالم؟ والله يا امير بيني وبينك انا يعني شفت مجروحه في الموضوع ده جدا طبعا، كل اللعيبه اصحابي وكل التقدير للعيبه اللي راحت في كاس الفني. لكن يمكن الحاجه الوحيده اللي انا ممكن نتكلم عليها ان احنا ما يعني كان ده يعني احنا طبعا كان نفسنا ان احنا نعمل حاجه مشرفه، لكن يمكن الناس برضه ناسيه ان احنا ما عندناش حته الخبره بتاعت كاس العالم لسه، احنا يعني خدناها سنه رحنا افريقيا كان لنا فاس ما رحناش، 3 بطولات ما رحناش، وصلنا كاس العالم بعد 28 سنه. يعني الخبرات بتتاخد من الموقف ده، لو ربنا كرمه وهنحارب عشان نوصل لكاس العالم الجاي هيبقى الشكل مختلف، هيبقى الرهبه حاجات كتير يا امير لها علاقه بالكوره. لكن طبعا الحاجات الفنيه وبتاعت اللعيبه والاختيارات دي انا ماليش فيها لان انا شدت مجروح فيها جدا. طيب عمرو، فرصه وانت معايا نتكلم عن مسيره النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وانت احد اللاعبين اللي حققوا بطولات افريقيه كتير مع النادي الاهلي، وكنت يعني عنصر اساسي في تحقيق هذه البطولات، واكيد مباراه السوبر الافريقي امام الصفاقسي كل جمهور النادي الاهلي فاكر لك فيها الهدفين اللي انت احرزتهم وساهموا بشكل كبير في فوز النادي الاهلي في هذه البطوله، مش البطوله دي بس، لكن المسيره بتاعت النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم شايفها ازاي، وخصوصا بعد غياب البطوله لمده 5 سنين عن النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت؟ والله يعني اخر فتره الحمد لله كانت فاتت وصلنا نهائي، مع اننا قابلنا اقوى الفرق في البطوله. يعني ساعات ماتشات البطوله والقرعه بتاعت البطوله تخدمني في تخدم الفرقه في حته النهائي، لكن الاهلي واجه مطبات كتير السنه اللي فاتت من اول دور الاثنين متتالين لما قابلنا بيت يعني كانت فرقه قويه جدا، وبعدين قابلنا خدنا في مجموعه فيها الوداد وفيها القطن الكاميروني، وبعدين دخلنا في مجموعه دخلنا لعبنا الترجي ولعبنا نجم الساحلي ولعبنا الوداد، فيعني كانت يعني البطوله كانت قويه وصعبه ويعني كان في يعني في الاخر انت ماتش النهائي ده يعني وارد ان انت تجي الجمهور الاهلي ما عندوش
ان انت توصل نهائي النهائي الاخر. لكن انا شايف ان في متدان او رئيس، وبعد كده طبعا وبعد كده احنا نضغط وناخد كل ماتش زي ما حصل في الماتش ده. طبعا ان احنا ما نبصش لقدامنا، نبص في اللي قدامنا حاليا. لكن الحمد لله كنت ادي سيره النادي الاهلي، كنت لاخر لحظه كنت معاكم منتخب مصر وانا موجود في النادي الاهلي الحمد لله، وما فيش اي مشاكل. لو تعالى لينا عرض طبعا، ولو موضوع احتراف انا عارف ان جمهور الاهلي دايما بيبقى في ظهري، وانا الحمد لله يعني اخر لحظه انا سبت القرار في النادي، والنادي كان في رغبه متبادله عشان قايمه، وانا كنت بعمل اللي النادي عايزه، ما عنديش اي مشاكل، لان انا برضو واحد من البيت زي ما انا قلت لك. اكيد. وبتمنى ان شاء الله التوفيق لهم، لو يعني ويبقوا في ظهر الفرقه على طول ان شاء الله. وطبعا يعني انا مش غريب عليهم، ولينا عوده باذن الله ان شاء الله. يا عمرو بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل خلال المرحله المقبله، سواء هتكون متواجد او هتكمل مسيرتك مع النادي الاهلي، او حتى لو متواجد في احد الانديه الخارجيه، ان شاء الله نتمنى لعمرو جمال كل التوفيق، احد نجوم النادي الاهلي وساهم بشكل كبير جدا في العديد من المباريات والبطولات مع الفريق. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق خلال المرحله المهمه بالنسبه له، بالتحديد خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق يا عمرو ان شاء الله. دي أكيد كانت مداخلة مهمة جدا مع عمرو جمال. نروح لخبر آخر وخاص لسه بالنادي الأهلي، ولسه بنتكلم عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبيستعد زي ما احنا قلنا لمباراة تاونشيب إن شاء الله يوم 28. كابتن محمد يوسف بيطمن على كل الترتيبات النهائية الخاصة بسفر بعثة الفريق لبوتسوانا. زي ما احنا عارفين يمكن ما فيش تمثيل دبلوماسي لمصر في بوتسوانا، فبالتالي النادي الأهلي من خلال المدير الإداري كابتن سمير عدلي لجأ لسفارة جنوب أفريقيا في بوتسوانا، نظرا للعلاقات القوية المتواجدة ما بين النادي الأهلي وسفارة جنوب أفريقيا هناك، وبتحديد كابتن سمير عدلي اللي بيقوم بمجهودات رائعة جدا وبشكل جيد جدا. فبالتالي بيتم التنسيق في الفترة دي علشان إن شاء الله يتم استقبال بعثة النادي الأهلي هناك في بوتسوانا. كابتن سمير عدلي هيسافر قبل الفريق بحوالي 48 ساعة علشان يطمن على الترتيبات من ناحية فندق الإقامة، من ناحية ملاعب التدريب، وخصوصا إن هي مباراة مهمة جدا. الفريق إن شاء الله هيسافر يوم 24 من الشهر الجاري، ويستعد إن شاء الله من خلال 4 أيام قبل المباراة استعداد قوي. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، يقدر يحصد 3 نقاط أخرى عشان نوصل للنقطة رقم 7، وبنسبة كبيرة كده هيكون الأمور أصبحت سهلة. هيبقى عندنا مباراة الترجي يوم 17 أغسطس إن شاء الله في رادس، في ملعب الأولمبي برادس، وده ملعب يمكن مفضل بالنسبة لنا زي ما احنا كلنا عارفين. إن شاء الله النادي الأهلي أيضا يكون موفق في هذه المباراة، وأيضا هيكون عندنا كمان مباراة يوم 28 أغسطس أمام فريق كامبالا سيتي هنا في القاهرة. فبالتالي إن شاء الله الأمور أصبحت قريبة لتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من دوري المجموعات. إن شاء الله الفريق يستمر بنفس الصورة. لكن بالتحديد عايز أتكلم عن مباراة الأهلي وتاونشيب اللي كانت أول امبارح، والأداء يمكن زي ما احنا شفنا الشوط الأول كان لسه ما فيش تجانس، الامور ما كانتش بنسبه 100% جيده، لكن الشوط الثاني وضح حاجات كتير جدا مهمه. وبالتحديد عايز اتكلم عن وليد ازارو واحترافيه هذا اللاعب. وليد ازارو يمكن الكلام كتير كان عليه قبل بدايه مباراه تاونشيب، وبالتحديد خلال معسكر الفريق في كرواتيا كان خلاص الناس كلها بتقول وليد ازارو رايح الصين، وبالتحديد احد الفرق هناك اسمه فريق اسمه فورتشن، فخلاص الكل كان متوقع بنسبه كبيره جدا وليد ازارو هيمشي. الامور كانت خلاص بتتجه ان اللاعب مش هيكون متواجد في النادي الاهلي، لكن التالق اللي ظهر عليه وليد ازارو خلال مباراه تاونشيب واحرازه هدف وصناعته الاخر، ده بيدل على مدى احترافيه هذا اللاعب ومدى درايته بتواجده في فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي. وزي ما قلنا قبل كده ان وليد ازارو حتى لو ما مشيش من النادي الاهلي هيكون مبسوط جدا ان هو متواجد مع الفريق، وهيساهم بشكل كبير جدا في المباريات. وده فعلا اللي حصل، وليد ازارو بيأدي بشكل جيد جدا، شارك في المباراة الأخيرة بشكل أساسي، أحرز هدف رائع من خلال تمريرة من جونيور أجاييك، التمريرة أكثر من رائعة، وأيضا صنع الهدف الثالث لإسلام محارب بطريقة جيدة. فبالتالي الاحترافية هنا والعقلية بتاعت وليد أزارو بتساعده دايما في التألق وتقديم المزيد بالنسبة للنادي الأهلي. وأتمنى أن كل اللاعبين ياخدوا العقلية أو ياخدوا نفس الفكر اللي بيفكر به وليد أزارو من ناحية الاحترافية في الأداء والتعامل مع المباريات ومع الفريق بشكل عام. فبالتالي دي كانت جزئية مهمة جدا خاصة بوليد أزارو، نتمنى له مزيد من التألق مع الفريق إن شاء الله خلال الفترات المختلفة المقبلة، وإن شاء الله يساهم بشكل كبير في تأهل النادي الأهلي لأبعد مدى
في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله يبقى هداف الدوري كمان السنة دي. أيضا ظهر سليف كولوبالي مدافع النادي الأهلي الجديد إن هو يلعب بعد أسبوع بس من انضمامه للنادي الأهلي ويؤدي بالشكل ده، ده معناه ان هو لاعب جيد وواضح جدا ان هو عنده خبرات كبيره جدا في هذا المركز. ومستر باتريس كارتيرون كان عنده ثقه كبيره جدا في سليف كولوبالي، اكيد نتمنى له ايضا الاستمرار ومستنيين منه المزيد كمان خلال المراحل المقبله مع النادي الاهلي. لاعب مهم وجيد ووضحت قدراته الدفاعيه خلال مباراه فريق تاونشيب، لكن الاهم خلاص زي ما احنا قلنا المباراه المقبله، كيفية تخطي عقبة فريق تاونشيب هناك في بوتسوانا وإضافة 3 نقاط أخرى بالنسبة للفريق في مشواره في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في هذه البطولة، ونقدر نصعد لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. البطولة يمكن مضغوطة شوية، المباراة قريبة من بعض، يعني مباراة يوم 28 هيبقى فيه بعدها مباراة يوم 17 الشهر الجاي، وبعد كده مباراة يوم 28 الشهر الجاي مع كامبالا سيتي في آخر جولات هذه المجموعة. في نتمنى ان هي تكون في القاهره، هيكون في محاولات اكيد، لكن حتى الان هي هتكون في برج العرب. فكل التوفيق ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. نروح لخبر اخر، ومستر باتريس كارتيرون يحسم اسماء المعارين خلال ايام. زي ما احنا عارفين يمكن القايمه محدوده شويه، النادي الاهلي ملزم بقيد 25 لاعب فقط طبقا للائحه او قرار اتحاد الكره هذا الموسم بالتحديد، فبالتالي الفريق مجبر ان هو يخرج بعض اللاعبين لاعراض مختلفه خلال الفتره اللي جايه. فبالتالي هيتم الاستقرار على الاسماء دي خلال ايام ما بين بالتنسيق طبعا ما بين مستر باتريس كارتيرون الكابتن محمد يوسف وايضا لجنه الكره. اكيد هيشوفوا مصلحه الفريق ومصلحه اللعيبه كمان الافضل هيكون ايه بالنسبه لهم خلال الفتره دي، وده طبقا لاحتياجات الفنيه بالنسبه لمستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف والجهاز المعاون. فبالتالي خلال ايام هيتم تحديد الاسماء اللي هتخرج اعاره بشكل نهائي، وهيتم الاعلان عنهم بكل تاكيد. في نفس السياق ايضا بنتكلم او كابتن محمد يوسف بالتحديد اتكلم عن ان الاماكن الشاغره في القائمه الافريقيه هتحسم قبل يوم 4 اغسطس. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي ناقص له مكانين بعد ما خلاص ايد النادي الاهلي ايد مؤمن زكريا وسالف كولوبالي، كده ناقص مكانين بالظبط للنادي الاهلي في القائمه الافريقيه. هيتم حسم القائمة الأفريقية قبل يوم 4 أغسطس، وده الميعاد النهائي لوضع الأسماء الخاصة بالفريق والاستقرار عليها. فبالتالي خلال الفترة الجاية دي مستر باتريس كارتيرون وجهازه المعاون هيستقروا بشكل كبير جدا على الاسمين اللي ممكن يكونوا متواجدين مع النادي الأهلي خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا. من الوارد إن قبل مباراة تاونشيب يتم إضافة اسم أو اسمين، ومن الوارد ايضا ان هي ممكن تكون بعد مباراه تاونشيب، ده حسب رؤيه مستر باتريس كارتيرون. لكن خليني اكد لكم ان بشكل كبير جدا على الاقل اسم من الاسمين دول هيكون صفقه جديده بالنسبه للنادي الاهلي ومهمه كمان خلال الفتره المقبله، ان لم يكن صفقتين. يعني هو النادي الاهلي الفتره دي بيحاول ينهي صفقه او اثنين، ان شاء الله الاثنين لو تم الانتهاء منهم بشكل كامل هيتم قيدهم في القائمة الأفريقية. أقل تقدير النادي الأهلي ممكن يحسم صفقة واحدة بس، إن شاء الله لو الأمور مشيت بشكل جيد جدا زي ما هي ماشية دلوقتي إن شاء الله النادي الأهلي هيقدر إن هو يحسم صفقتين هيتم إضافتهم في القائمة الأفريقية. لو ما تمش حسم الصفقتين دول أكيد النادي الأهلي مليء باللاعبين الجيدين جدا اللي ممكن يلجأ إليهم مستر باتريس كارتيرون ويقيدهم في القائمة الأفريقية. أي لاعب هيكون متواجد في النادي الأهلي هيأدي بالشكل المطلوب، هيأدي بروح الفانيلا الحمراء، عارف أهداف النادي الأهلي كويس جدا، عارف إحنا عايزين إيه، جمهور النادي الأهلي عايز إيه، وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا ده الأهم. فبالتالي أي حد هيكون متواجد أكيد هيكون إضافة بالنسبة للفريق سواء من بره أو إن شاء الله من قائمة الفريق المتواجدة حاليا. لكن أنا عايز أكد لكم إن بنسبة كبيرة هيكون في صفقة أو اتنين هيكونوا متواجدين في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وممكن بنسبة كبيرة يكونوا هم اللي متواجدين في القائمة الأفريقية الخاصة بالفريق عشان يتم إغلاق هذا الملف وإغلاق القائمة الأفريقية بشكل نهائي. نتمنى لهم كل التوفيق بالنسبة للجهاز الفني بالتحديد في اختيار الأنسب للنادي الأهلي وللفريق إن يكون معاهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ايضا مستر باتريس كارتيرون بيتسلم تقرير الغائبين عن مباراه تاونشيب. زي ما احنا عارفين كان في مجموعه سواء مش مقيدين في القائمه الافريقيه او مجموعه كانت خارج القائمه الخاصه بمباراه الاهلي وتاونشيب، كان عندهم بعض التدريبات مع الكابتن حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه والمتواجد في النادي الاهلي، وكان بيشرف على هذه التدريبات. اللاعبين كانوا هم ناصر ماهر وباسم علي وعمرو بركات ومصطفى شوبير ومحمد عصام الغندور وبكماني وعمرو جمال واحمد علاء ومحمود الجزار، وايضا
اكرم توفيق. فبالتالي مستر باتريس كارتيرون تسلم تقرير خاص بالفتره او بخلال اليومين بالتحديد او ثلاثه اللي اتمرنوا فيهم مع كابتن حسين عبد الدايم، ويعرف كل الامور البدنيه الخاصه بهؤلاء اللاعبين. بالنسبه بقى للاصابات، وزي ما احنا عارفين النادي الاهلي خرج من مباراه تاونشيب باصابتين، اصابه لحسام عاشور، حسام عاشور عنده اصابه او كدمه قويه كده في الركبه، لسه هيتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعيه. يمكن يعني اعتقد الامور هتبقى كويسه بالنسبه لحسام عاشور، اصابه او كدمه قويه شويه، لكن ان شاء الله ممكن بنسبه كبيره يوم السبت او الحد على اقصى تقدير يكون في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ده طبقا للاختبار الطبي او الفحص الطبي اللي هيتعمل لحسام عاشور. وان شاء الله نتمنى له كل السلامه ويكون اضافه لصفوف النادي الاهلي كالعاده، زي ما احنا متعودين من حسام عاشور احد كباتن النادي الاهلي الكبار واحد اللاعبين التاريخيين واللي احرزوا العديد والعديد من البطولات مع النادي الاهلي. حسام عاشور لك ان تتخيل ان هو احرز 32 او 33 بطوله ان لم تكن تخني الذاكره، يعني عدد كبير جدا من البطولات احرزها حسام عاشور مع النادي الاهلي، لاعب مهم، وكل المدربين اللي بيكونوا متواجدين بيشركوا حسام عاشور بشكل اساسي في المباريات، ده معناه ان لاعب ذو قيمه كبيره جدا في صفوف النادي الاهلي. ان شاء الله يشفى سريعا حسام عاشور عشان اكيد الفريق محتاجه في مباراه العوده في بوتسوانا. ايضا بالنسبه لوليد سليمان، وليد سليمان كان جاله كدمه قويه كده مع الشوط الثاني او خلال الشوط الثاني في قصبه رجله، فبالتالي ما قدرش ان هو يكمل المباراه، لكن الجهاز الطبي اكد ان وليد سليمان ان شاء الله بدايه من يوم السبت القادم بعد بكره يعني هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل جيد جدا وينضم للاعبين ويستعد بشكل قوي مع الفريق لمباراه فريق تاونشيب ان شاء الله يوم 28. ايضا وليد سليمان احد اللاعبين المميزين جدا، واللاعب عنده خبرات كبيره جدا واهلاوي قوي بصراحه، وكمان قدر ان خلال الفتره الاخيره دي يكسب ثقه مستر باتريس كارتيرون اللي عارف قدرات وليد سليمان بشكل كبير جدا. خلال معسكر تالق بشكل ملفت، ايضا خلال المباراه الاخيره امام تاونشيب ادى مباراه جيده، فبالتالي ان شاء الله نتمنى له كل السلامه. وليد سليمان احد العناصر الاساسيه والهامه جدا بالنسبه لفريق الاهلي خلال الفتره دي، ان شاء الله ينضم للتدريبات سريعا. وزي ما قال دكتور خالد محمود ان بنسبه كبيره وليد سليمان هيكون متواجد في التدريبات الجماعيه يوم السبت المقبل ان شاء الله. لسه بنتكلم عن تدريبات النادي الاهلي، والنهارده بالتحديد كان في تدريبات تاهيليه لثلاثي عمرو جمال وعمرو بركات وباسم علي. زي ما احنا عارفين وعرفنا خلاص ان باسم علي خلاص شفي تماما من الاصابه، وزي ما كان متوقع انه بعد مباراه او زي ما تم اعلان من قبل النادي الاهلي ان بعد مباراه تاونشيب اللي انتهت اول امبارح باسم علي هيكون لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه، فبالتالي النهارده كان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه الاخيره، لكن خلاص هينضم للتدريبات الجماعيه ابتداء من بكره. ايضا عمرو جمال وعمرو بركات بيعملوا بعض التدريبات التاهيليه طبقا للبرنامج التاهيلي الخاص بيهم، وخصوصا ان هم لسه راجعين من اعارات مختلفه. عمرو بركات كان في الشباب السعودي وعمرو جمال كان في هيلسنكي الفنلندي، فبالتالي ليهم برنامج تأهيلي خاص بيهم خلال الفترة دي عشان يتم تجهيزهم من الناحية البدنية بالتحديد. في نفس السياق ايضا كان في تدريبات قويه جدا لثلاثي حراس مرمى النادي الاهلي سواء الشناوي او الغندور محمد الغندور وايضا مصطفى شوبير، وده كان تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، بالمناسبه مدرب كويس جدا وعنده تطلع بيتابع اساليب التدريب الحديثه بشكل كبير جدا، وان شاء الله يكون مفيد لكل حراس مرمى النادي الاهلي خلال الفتره دي. عنده حراس مهمين جدا ودوليين كمان سواء محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، كلهم لعيبه دوليه ولعيبه جيده وحراس جيدين جدا والمنافسه ما بينهم قويه، وايضا عنده حراس شباب عندهم امكانيات جيده جدا ان شاء الله يستفادوا منه اكبر استفاده من كابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. نروح لخبر وبالتحديد تصريح مش خبر، واسلام محارب قال ان الفوز على تاونشيب خطوة جيدة في المشوار الأفريقي. طبعا زي ما احنا عارفين أو زي ما قال بالتحديد إسلام محارب إن كان في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، كان في إدراك جيد لموقف النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأهمية تعديل هذا الموقف من خلال الفوز على فريق تاون شيب. قال إسلام محارب إن الفوز أعادنا من جديد للمنافسة ويمنحنا دفعة قوية
قبل لقاء تاونشيب في بوتسوانا في الجولة الرابعة، والذي نتطلع فيه أيضا لتحقيق الفوز لمواصلة المشوار بقوة في منافسات دوري المجموعات. قال أيضا إسلام محارب إن اللاعبين كان ليهم رغبة قوية في الفوز في هذه المباراة وحصد 3 نقاط علشان الموقف بالنسبة للنادي الأهلي يكون أفضل من كده، وقال إن اللاعبين أيضا مدركين جدا المسؤولية اللي عليهم خلال الفترة دي وأهمية إسعاد كل جمهور النادي الأهلي، وقال إن هو كمان سعيد إنه أحرز هدف أو الهدف الثالث بالتحديد في شباك فريق تاونشيب. لاعب مميز اسلام محارب، نتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي، وخصوصا ان هو لما نزل سواء هو او ميدو جابر، وده يدل كمان على الفكر الفني لمستر باتريس كارتيرون وقرايته لمجريات المباراه والتغييرات المبكره شويه. احنا يمكن كنا بنعاني في الفترات اللي فاتت ان التغييرات بتتاخر شويه في النادي الاهلي، لكن بصراحه مستر باتريس كارتيرون الراجل واضح ان عنده فكر فني جيد جدا. لو تلاحظوا الشوط الثاني بالتحديد في مباراه تاونشيب قدر ان هو يدفع بميدو جابر واسلام محارب في اوقات مبكره من المباراه، ساهموا وغيروا في اداء الفريق وقدروا ان هم يعني ميدو جابر نزل جاب ضربه جزاء للنادي الاهلي احرزها علي معلول، اسلام محارب ايضا جاب هدف كان عمله اسيست وليد ازارو، فبالتالي تغييرات كانت مثمره جدا من قبل مستر باتريس كارتيرون، وده يدل على الفكر الفني الجيد جدا بالنسبه لمستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني بشكل عام. دي طبعا كانت كل اخبارنا الخاصه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لكن لسه عندنا اخبار ثانيه وخاصه ببعض الالعاب الاخرى، وهنبتدي بلعبه كره الطايره والفريق الاول للنادي الاهلي في كره الطايره، وبالتحديد اللاعب احمد قطب اللي احنا يعني يمكن احد اللاعبين او معروف ان هو احد اللاعبين الجيدين جدا في صفوف النادي الاهلي، ويمكن تعرض لاصابه فقطع في الرباط الصليبي في بطولة أفريقيا الأخيرة والقدر النادي الأهلي أن يفوز بها، يمكن كانت لعبة صعبة شوية، لكن عشان نطمن على أحمد قطب بشكل أكبر ناخده على الهاتف. يا أحمد مساء الفل عليك. ألو. ألو السلام عليكم. أحمد مساء الفل عليك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل إيه أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، إزي حضرتك عامل إيه؟ كله تمام الحمد لله، عايزين نطمن عليك ونطمن كل جمهور النادي الأهلي آخر تطورات الإصابة ومراحل التأهلية الخاصة بك يا أحمد، وإمتى إن شاء الله تقدر تعود للتدريبات مع الفريق؟ والله الحمد لله يعني دلوقتي بعمل تأهيل مع دكتور علاء شاكر، والحمد لله يعني الدنيا ماشية تمام وبخير، وطبعاً بتابع مع دكتور يحيى عبد العزيز. وان شاء الله باذن الله يعني قدامي لسه 5 شهور او 6 شهور بالكثير قوي. تمام، الاصابه كانت بقى لها قد ايه بالظبط يا احمد؟ هو الاصابه في بطوله افريقيا اللي فاتت شهر 3. المده يمكن طويله شويه، يعني ده عشان تجنبا لتجدد الاصابه ان انت بتاخد فتره طويله وبتاخد راحتك في العلاج الطبيعي والتاهيل الخاص باصابه كمان قويه زي اصابه الرباط الصليبي. هي كانت رباط صليبي ورباط داخلي، وكان في قطع بسيط قوي في الغضروف. وطبعا عملت عمليه بعد ما اصطبت باسبوعين. وعملت العمليه مع دكتور احمد عبد العزيز، وطبعا هو قال لي ما يعني الاصابه دي عشان كذا عمليه مع بعض، فان شاء الله تنزل بعد 9 شهور. طيب ده شيء جيد ان شاء الله، نتمنى لك كل الشفاء يا احمد، انت احد اللاعبين المهمين جدا واديت مباراه كبيره جدا او اديت بطوله بالتحديد كبيره جدا البطوله الافريقيه، لكن عايزين نتكلم عن شكل المنافسه او المنافسات المختلفه اللي هيخوضها النادي الاهلي في الموسم الجديد. من وجهه نظرك شايف المنافسات هيكون شكلها عامل ازاي؟ هو طبعا ان شاء الله الموسم الجديد هيبقى فيه بطولات زياده ان شاء الله، بس لسه ما نعرفش مواعيدها وما نعرفش التأكيد يعني امتى بالظبط تتلعب، غير طبعا البطولات الاساسيه اللي هي الدوري والكاس وافريقيا والكره العربيه. وان شاء الله برضه هنعمل اللي علينا والفرقه كلها تعمل اللي عليها ونكسب ان شاء الله ونفوز برضه بال4 بطولات. طيب السنه اللي فاتت كده باذن الله ان شاء الله. طب الموسم ده فرق كتير جدا دعمت صفوفها بصفقات كبيره ولاعبين جيدين، من وجهه نظرك شايف مين اكتر فريق ممكن يكون منافس للنادي الاهلي السنه دي في الناحيه المحليه بالتحديد؟ هو طبعا الفرق كلها بنحترمها، وكل الفرق بتبقى منافسه، الزمالك، الجيش، سموحه، الفرق كلها يعني بتنافس معانا، وبس ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونقدر تمام نغلب ان شاء الله باذن الله ونرجع بطولات الاهلي.
طب احمد قطب تاني طبعا لاعب مميز ولاعب جيد، وكنا هنتكلم في نقطه مهمه جدا وهي خاصه باللاعب احمد صلاح واللي انضم للنادي الاهلي مؤخرا وعاد لبيته كمان من نادي طلائع الجيش، لاعب مهم جدا، فبالتالي اكيد نتمنى كل التوفيق لفريق الاول لكره الطايره في النادي الاهلي، وبالتحديد كمان نتمنى كل التوفيق لاحمد قطب ان هو يشفى سريعا من اصابه الرباط الصليبي عشان يكون داعم لصفوف الفريق في مختلف البطولات اللي هيشارك فيها ان شاء الله النادي الاهلي الموسم الجديد. نروح لخبر اخر ويخص النادي الاهلي اللي بيرسل خطاب لاتحاد اليد للاعتذار عن عدم المشاركه في مونديال اليد. يمكن النادي الاهلي كان تم ترشيحه للمشاركه في هذا المونديال، مجلس الاداره شاف ان الافضل ان الفريق ما يشاركش في بطوله كاس العالم لكره اليد، فبالتالي خلاص تم اتخاذ قرار نهائي بعدم المشاركه في هذه البطوله، وايضا تم ابلاغ اتحاد كره اليد بهذا القرار الرسمي من قبل النادي الاهلي. نروح للعبة أخرى وبتحديد لعبة كرة السلة واللاعب مودي الجرحي لاعب الفريق الأول، واللي يمكن أعرب عن سعادته بشكل كبير جدا في التواجد في منتخب مصر خلال الفترة دي، واللي بيستعد لتصفيات بطولة كأس العالم واللي هتقام في الصين العام القادم، قال إن ده شيء جيد بالنسبة له وهيديله دافع كبير وقوة كبيرة للمشاركة في المباريات المقبلة وكمان لتأدية مباريات كبيرة مع النادي الأهلي، وقال إن ده كمان تحدي كبير للجميع في الفريق وإن هناك إصرار كبير جدا بالنسبة للاعبين على الفوز ببطولة أفريقيا ودوري السوبر للمحترفين كهدف أساسي للفريق في ذلك للجمهور في نفس الوقت. ايضا اضاف الجرحي مودي الجرحي قال ان تواجده في المنتخب بجانب رامي الجنيدي وابراهيم الجمال ومحمد ابو النصر سيسهم في الوصول الى درجه كبيره من الجاهزيه قبل انطلاق الموسم الجديد. مودي الجرحي احد اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي وبالتحديد في لعبه كره السله، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق سواء مع منتخب مصر او ايضا مع النادي الاهلي. نروح لأخبار أخرى وأخبار خاصة بالجانب المحلي، واجتماع بين الاتحاد المصري والاتحاد السعودي لتحديد موعد لمباراتي السوبر. زي ما احنا عارفين يعني في اتجاه ان يكون في ماتشين سوبر، المباراه هتكون ما بين بطل الدوري المصري ومباراه ما بين بطل الدوري السعودي، وايضا مباراه اخرى ما بين بطل كاس مصر وايضا بطل كاس السعوديه، فبالتالي هيتم الاستقرار خلال الفترة دي او خلال الفترة الجاية بتحديد، وده اللي قاله لؤي السبيعي الامين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال انه تم التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على اقامة مباراتي السوبر المصري السعودي في الفترة المقبلة. المباراة الاولى هتبقى ما بين الاهلي المصري والهلال كبطلي دوري هنا في مصر وفي السعودية، والمباراة الاخرى هتكون بين بطلي الكاس نادي الزمالك والاتحاد السعودي. اكد ايضا لؤي السبيعي انه تم او سيتم عقد اجتماع الاحد القادم مع الجانب المصري لتحديد موعد المباراتين بما لا يتعارض مع ارتباطات الانديه في البطولات القاريه، وكذلك لتحديد كمان المكافاه اللي هتمنح لبطل المباراتين دول. يعني خطوه جيده وخطوه يمكن كانت موجوده في فترات سابقه بعيده، كان في مباريات دايما ما بين الجانب المصري والسعودي والسوبر المصري السعودي كانت تبقى مباريات جميله ويعني فيها منتهى النديه والقوه، ان شاء الله نتمنى ان تخرج المباريات دي بالشكل المأمول والمطلوب بالنسبه لكل الجماهير العربيه وتحديدا الجماهير المصريه والجماهير السعوديه. نروح بقى لاتحاد الكرة المصري واللي في الفترة دي خلاص بيحاول يدور على مدير فني جديد خلف المستر هيكتور كوبر في بعض الأسماء المرشحة والموجودة على طاولة الاتحاد المصري لكرة القدم للاستقرار على أحدهما إن هو يكون متواجد كمدير فني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة. نتمنى إن شاء الله إن اتحاد الكرة المصري يختار مدرب يكون مناسب للكرة المصرية واللاعبين المصريين، وإن شاء الله يقدر يطور بشكل كبير من الإمكانيات والأداء عند المنتخب المصري. زي ما احنا عارفين كان في محاولة مع هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغربي، لكن خلاص الراجل اعتذر عن تولي مهمة منتخب مصر، وخصوصا إن هو يمكن امبارح أو أول بالتحديد نزل تويتاية قال فيها إن هو لو مشي من
المنتخب المغربي، او خلاص لو ساب الاداره الفنيه المنتخب المغربي هيكون بره افريقيا مش هيكون داخل افريقيا. فاعتذر لكل المنتخبات الافريقيه اللي كانت بتفاوضه، واحد المدربين المميزين، ويمكن كان في مفاوضات كمان ما بينه وما بين الاتحاد الجزائري لكره القدم عشان يتولى تدريب المنتخب الجزائري، لكن خلاص الراجل اعلن نيته هتكون ازاي. فبالتالي هيرفي رينار خرج خلاص من حسابات المنتخب المصري. وايضا الكرواتي داليتش مش هيكون او رفض خلاص العرض المقدم من اتحاد الكره المصري تدريب المنتخب في الفتره المقبله. زي ما احنا عارفين كابتن حازم امام اللي على الصوره دلوقتي ده هو اللي يعني بيتولى هذا الملف بالتحديد، وبيشوف المدربين الانسب عشان يتم عرضهم على مجلس اداره اتحاد الكره ويتم الاستقرار بشكل نهائي على مدرب اللي هيتولى تدريب منتخب مصر خلال الفتره المقبله. عندنا تحديات كبيرة جدا للمنتخب المصري، سواء التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، عندنا بعد كده البطولة نفسها إن شاء الله لو تأهلنا، عندنا تصفيات كأس العالم، آمال وطموحات كبيرة جدا عند الشعب المصري. مش عايزين نقل بقى عن التأهل لكأس العالم، تأهلنا مرة مش عايزين تكون آخر مرة ونقعد سنين كتيرة، لا. فبالتالي إن شاء الله يكون في تركيز كبير في اختيار المدير الفني الأنسب للمنتخب خلال الفترة المقبلة، ونتمنى أن يكون عنده خبرات إفريقية ويكون على دراية كمان باللاعبين المصريين وإمكانياتهم بشكل كبير جدا. خبر آخر ويخص اتحاد الكرة المصري، وبالتحديد الفيفا يغرم اتحاد الكرة 50,000 فرنك سويسري. ده ليه؟ للأسف يعني احنا عندنا الأمور ما بنلتزمش بيها بشكل كبير، الاحترافية مش متواجدة عندنا. نتمنى ان احنا نتدارك هذا الموقف ونحاول ان احنا نركز في كل اللوائح او في كل التنبيهات اللي ممكن يكون بيقولها لنا الاتحاد الدولي. الاتحاد المصري يعني تم تغريمه 50,000 فرنك، ده بسبب انه الفيفا بعت قبل بطولة كأس العالم قال ان اخر مباراة، هو بعت لكل الاتحادات اللي هتشارك في كأس العالم، قال لهم ان اخر مباراة رسمية في البطولات بشكل عام المحلية تكون يوم 20 مايو، تمام؟ وبداية من يوم 21 ليوم 27 ممنوع منعا باتا اجراء اي لقاءات دولية للاعبين اللي هم هيكونوا متواجدين في القائمة الخاصة بالمنتخبات المختلفة. وبداية من يوم 28 مايو ليوم 13 يونيو ممكن تلعب مباريات ودية زي ما انت عايز. للأسف المنتخب المصري يوم 25 بالتحديد لعب مباراة مع الكويت. مش عارف يعني الخطاب ده اكيد كان جالنا، يعني اكيد كنا شفناه، واكيد الناس المسؤولين في اتحاد الكرة كانوا شافوا الخطاب ده. مش عارف هم يعني ليه خدوا قرار بان هم يلعبوا هذه المباراه. وعلى فكره المباراه دي ما كانش ليها اي تاثير ايجابي بالنسبه لمنتخب مصر، يعني الناس كلها اكيد شايفه الجزئيه دي. الاتحاد المصري لكره القدم ارتكب خطا كبير جدا في ان هو لعب مباراه يوم 25 مايو امام المنتخب الكويتي، والمباراه اللي كانت انتهت بالتعادل 1-1، واللي كان احرز منتخب هدف منتخب مصر في هذا التوقيت كان ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي. لكن بالتالي ده كان الناتج بتاعه ان خلاص تم تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم 50,000 فرنك. فان شاء الله نتمنى ان يتم تدارك هذه الامور، نركز شويه في اللوائح، نركز شويه في التنبيهات اللي بيتم ارسالها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولازم يبقى في مزيد من الاحترافيه. ان شاء الله اتحاد الكره قادر ان هو يستمر في اسعاد المصريين بخلاف بطوله كاس العالم، لكن ان شاء الله يبقى في اعداد جديد، في خطه جديده يمشوا عليها علشان التاهل لبطوله كاس العالم 2022، وده هدف هيكون اساسي بشكل كبير بالنسبه لكل الشعب المصري والجماهير المصريه في كل مكان. دي كانت اخبارنا المحليه. نروح بقى لاخبار المحترفين المصريين، ويمكن ابرزهم طبعا محمد صلاح النجم المصري بتاعنا، واللي بصراحه يعني لاعب كبير جدا واسعدنا على مدار الموسم اللي فات، وقدر ان هو يحرز 32 هدف بس، 32 هدف بس في بطوله الدوري الانجليزي بريمير ليج، ده بخلاف الاهداف اللي احرزها حوالي 10 اهداف في بطوله دوري ابطال اوروبا، وايضا هدف في بطوله الكاس. فبالتالي لاعب مهم جدا. فخليني اقول لكم ان محمد صلاح يمكن خلال الفتره اللي فاتت او بالتحديد خلال اليومين دول كان بينزل بعض الصور الخاصه به في الاجازه اللي كان بيحصل عليها في جزر المالديفز. يمكن كان ابرز صوره اللي احنا شايفينها دلوقتي وهو بيقدف كده وراكب زي بوت كده او مركب صغيره بيقدف من خلالها. الحساب الرسمي لنادي ليفربول باللغه العربيه علق على اخر صوره نشرها صلاح وهو يقوم بالتجديف، قال ان صلاح يبحر بصحبه جميع اللاعبين الذين سجلوا اكثر من 31 هدف في موسم واحد من الدوري الانجليزي.
محمد صلاح زي ما احنا عارفين احرز 32 هدف لليفربول في بطوله الدوري الممتاز، تصدر بها او بهم قائمه هدافي المسابقه. زي ما احنا عارفين ده كان انجاز كبير جدا لمحمد صلاح ان هو يحرز هذا العدد او هذا الكم الهائل من الاهداف لليفربول، ولاعب مصري اول لاعب مصري يعني يجيب العدد ده. بصراحه كان انجاز كبير جدا وحاجه يعني شرفت كل المصريين. يمكن اللاعبين اللي قدروا ان هم يجيبوا 31 بس مش 32 كان ابرزهم كريستيانو رونالدو وفان نيستلروي، الاثنين كانوا متواجدين في مانشستر يونايتد في فترات متفاوته من مواسم سابقه، لكن محمد صلاح قدر ان يتخطى هذا العدد ووصل ل 32 هدف في 38 مباراه بس. يعني خلينا بس مركزين في الحته دي، في ناس جابت 34 هدف او يمكن اكتر كمان، بس ده كان من خلال عدد مباريات اكتر، كان الدوري يمكن حوالي 22 فريق فتره من فترات في انجلترا. لكن محمد طبعا صلاح اللاعب الوحيد اللي قدر ان هو يحرز 32 هدف من خلال 38 مباراه، وده انجاز كبير وتاريخي بالنسبه للمصريين بالنسبه لمحمد صلاح. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في الموسم الجديد، ان شاء الله يمشي على نفس المستوى ده، منتظرين منه كجماهير مصريه المزيد والمزيد. تحديدا هو احد ما يعني احد المحبوبين في ليفربول. نروح لمحترف اخر وايضا محترف مميز جدا وهو تريزيجيه، سجل امبارح هدف في مباراه وديه لقاسم باشا. المباراه دي كانت امام فريق بولو سبور، انتهت ب3-0. تريزيجيه ما ابتداش المباراه، نزل في الشوط الثاني احرز هدف وادى بشكل جيد جدا. وزي ما احنا عارفين تريزيجيه طبعا عنده اهتمامات كبيره من قبل بعض الانديه الاوروبيه، فبالتالي لسه الامور بالنسبه له ما حسمتش، لكن هو الاقرب ان هو يكمل في فريق قاسم باشا التركي. يعني انا ما اعرفش مين الايجنت بتاع تريزيجيه، اتمنى ان هو يشتغل شويه، يحاول ان هو يلاقي عروض لتريزيجيه، خصوصا ان هو لاعب مميز جدا ويمكن احرز اهداف عديده في الدوري التركي الموسم الماضي، وصنع كمان العديد من الاهداف، يستحق ان هو يكون متواجد في دوريات اقوى من كده بكتير. فان شاء الله يكون في شغل من خلال الايجنت الخاص بتريزيجيه خلال الفتره المقبله عشان ينتقل لفريق اكبر وافضل ان شاء الله. آخر خبر معانا وخاص بأيضا رمضان صبحي وأحد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية بتحديد في البريمير ليج. زي ما احنا عارفين رمضان صبحي كان متواجد في ستوك سيتي، قضى موسمين يمكن ما كانش ظهر بشكل جيد جدا، انتقل مع بداية هذا الموسم لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي. الفريق ده يمكن كان أنهى الموسم اللي فات في المركز ال 16، لكن رمضان أكيد عنده طموح كبير جدا في تأدية موسم بشكل أفضل عن المواسم السابقة مع ستوك سيتي، وخصوصا أن المدير الفني الخاص برمضان صبحي في هذا الفريق يعني عنده دوافع هجومية أكتر وأسلوب لعبه ممكن يناسب رمضان صبحي. ويمكن ديفيد فاجنر المدير الفني نادي هدرسفيلد قال انه مبسوط جدا بانضمام رمضان صبحي لصفوف هدرسفيلد، وخصوصا للامكانيات الكبيره اللي بيتمتع بيها اللاعب سواء من الناحيه المهاريه او الناحيه البدنيه، فبالتالي شايف ان دي صفقه مناسبه ليه. رمضان كان في امبارح مباراه وديه هدرسفيلد ما شاركش فيها، وده بسبب ان رمضان كان بياخد 3 أسابيع راحه بعد انتهاء كاس العالم عشان يتم ان شاء الله تاهيله واعداده بشكل كبير. هو متواجد في المعسكر الخاص بفريقه في هذه الفتره، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. رمضان صبحي يقدر يشارك او يلاقي اكبر خلال الموسم الجديد، يؤدي بشكل جيد، يتالق، وزي ما احنا متعودين دايما من رمضان صبحي عايزين نشوف المستوى اللي كان بيقدمه في النادي الاهلي، وده اكيد هيفيد بشكل كبير جدا ان شاء الله منتخب مصر في العديد من التحديات المقبله المهمه للمنتخب. ان شاء الله يتالق هذا الموسم رمضان صبحي مع هدرسفيلد تاون في البريمير ليج وبطوله الدوري الانجليزي. ده طبعا كان اخر خبر معانا ضمن اخبارنا النهارده، واتكلمنا فيها عن العديد من الامور الخاصه بالنادي الاهلي. طمنا بشكل كبير جدا عن الفريق، كان في بعض الاخبار الخاصه من الجانب المحلي وايضا بعض الاخبار العالميه والخاصه بمحترفينا المصريين. استنونا ونشره رياضيه اخباريه جديده ان شاء الله من قناتكم المفضله دائما قناه النادي الاهلي. الى اللقاء.